نفس الكلام الحقيقه بنلاقيه في التريجر مودز. اوكي، هنا بقى مثلا على سبيل المثال في المود دوت اللي هو نفس الحاجه بالظبط، هو هلاقي له 1 2 3 4 اربع اسامي. اوكي، اربع اسامي في مانيفاكتشرز مختلفين. اوكي، فطبعا بالنسبه لنا نفس الكلام ده، يعني برضو زي ما كنا بنقول في المانداتوري مودز، انا برضو عايز اديفاين الحاجه اللي انا عاوزها اللي هو المود اللي انا عايزه ان ترمز اوف الفاريبلز دي. اوكي، مش باسم التجاري، لان اسم التجاري زي ما احنا شايفين كده، لو انا حطيت دي دلوقتي، لو واحد ما بيفهمش وهو بيبص على مناقصه مثلا، وواحد حاطط بريشر سبورت، هيقول لا ده مختلف عن ده. اوكي، فالمشكله ان انا لازم احط، او الحاجه اللي المفروض اعملها اللي هي عشان تبقى ساينتفكلي صح، احط الحاجه اللي انا عاوزها هنا، ويبقى بعد كده اقارنها بقى بالمودز اللي هي دي بتعمل ايه بعد كده.